فضيلة الشيخ، بهذه المناسبة في بعض المساجد هناك لوحات عند مؤخرة المسجد أو في مقدمتها تقول اقرأ أذكار الصباح والمساء، أو هذه الأحاديث واردة، هذه أحاديث ضعيفة، ما رأيكم في ذلك؟ هذا تصرف منهم بدون إذن من أهل العلم وبدون إذن من المرجع المسؤول عن المساجد، ولا يجوز أن يعلق في المساجد أذكارا أو أن يعلق في المساجد أذكار أو يعلق فيها أدعية أو غير ذلك، لأن هذا يشغل المصلين، ولا المصلي يكره أنه ينظر إلى الكتابة أو يقرأ الكتابة وهو يصلي، فهذا مما يجعل المصلين ينظرون إلى هذه المعلقات وينشغلون عن صلاتهم، مع أنه لا أصل له بهذه الصورة. نعم.